وين عشان طيور نروح السيارة يوم أحد محلات بيع لو اسم طيور اسمه طيور آدم أو راجل متواجد حي الراجل في حي سيدي مومن وغرب محطش حي الراجل إخوان تبيع جميع أنواع طيور ومستلزمات شارع عقبة منافع أنا صبرت الله اللهم وبيع 50 درهم بيعوا سر إخوان ثم تسمعوا 50 درهم وجاد هو وجاد هامرين بو هذه اخوان جوج ريمبو وهذه البياسه ديال الروبو سلف ريال ريمبو هما مفرحين ريمبو وهذه البياسه ديال الروبو هو الروبو جوج هادي لا هذا كتربح له هكا كتربح له 25 الف فرانك هو الروبو في مستوى صوبوا مع بنادم الى بغا هذا السكر غير خلي لكم النميره هكا لا بتات عين حمراء ها هو 50 الف فرانك جوج هذا 50 الف فرانك شنو هذا والله راه خليكم الميرا اللي بغيت حاجه يتواصل معاه راه جميع انواع الطيور نوازن الطيور الاقفاص اي حاجه الاخوان تبيعها كما بديكم لوكاليزاسيو شارع عقبة بن نافع حي سيدي مومن الاخوان جميع انواع طيور طيور ادم الاخوان المنظارة جميع انواع طيور الزبرة هاي المنظارة في البيض الاخوان لامبوزيجا بارك بس ديال المناسبة ديال الدار لامبوزيجا ديال الدار ديال انا اخوان المحل طيور ادم محطة حي الراجا راي الاخوان وراح دبيم الشركة ديال سيجيليك ديال البطوات الاخوان هادي ادارة النايا تتواجد حدا الاخوان المحل هو وراك يبيع جميع انواع طيور مستلزمات ديال الاكل الاقفاص خليكم مع واحد الاقفاص لامبو ديالو هاد الخوزه ديال المقلين ودومي بوليا شحال كدير دومي بوليا شحال كدير هادي هادي كدير 4800 اخوان دومي بولو هاد 40 درهم هاد 70 درهم وهاد 40 درهم هاد 70 درهم غادي نخصو لكم واحد اللقطه بواحد ديال الاقفاص ديال الاكمله ديال الاقفاص الاخوان خليكم مع الطويرات دابا و ما تشوفين احنا نبقاو معاكم ديال الكاروساج هاي تبارك الله واش ديال الخدمه هادي خاصه غير صناديقه خدام ان شاء الله الثمن ديالها شي 800 درهم ديال الاخوان يبغى مرحبا النميره ديالي 06 29 95 43 62 النميرة ديال الأخ راه خليها لكم قبل الفيديو عاودوا النميرة 06 70 57 70 40 النميرة يا إخوان طوارات راه على حسابي تبارك الله هادو رواج ديال الخدمة هادو لاتينو الإخوان واش ديال الخدمة هادي 12 ألف ريال الإخوان نشوة خاصة الكار هادي الإخوان واجد أدر داخل داخل الصندوق هادي داخل الصندوق واجد واجد كرون طايا شيخ لوتشينو إخوان غامر Thank you.
هادي شوف الكاميرا كيحسب لي الاخوان حسب لي ترابيط دين ديك سفرتي اوارا او بالنسبة للنميرة ديالك اخي اللي بغا شي حاجة 06 72 75 70 40 اللي بغا شي حاجة نميرة تواصل معايا ولا تواصل مع الاخ راه تجيب لك المحل حاجة قوية تبارك الله مع الشغل الاخوان اللي بغيت على شي جزائر ولا قرا الثمن ديال الطبي شحال شحال هذا القفز هذا انا قفز التليفون دي شي جزائر دار 4 عامين ولا 3 سنين ان شاء الله وفي الجزائر انا شحال هذا القفز هذا واحد قرع شو طايع على الفول درت 6 سنين كريد لك فول دارو دي جو كالاش الاخوان امو فول دي جو كالاش انا ما استعر تاما الاخوان هل تمن ديال هاد القفوزه هادو ديال جوج كالاش هادو اخويا حطو 90 درهم هادو 75 درهم وهاي السيباراسيون ديال 3000 السيباراسيون في دايره 3600 هادو 30 درهم ديال المقلين كاينين السماط ديال البلاد السدريات الشنطه السدريه ديالها الاخوان صحاح كاين هذا ديال الكانيش ديال الكانيش كاين ديال الشيشات الاخوان هايا السدريات السمايطه ديالها شاية السدريات السمطه ديالها هاد السدريات السمطه ديالها شحال هاد خضرا 60 درهم هادي 60 درهم كاملين الاخوان تما ديالهم 60 درهم السدريات ديالهم كاين هادي بالنسبة لشحال الدريساج كدريسي وبها الاخوان فيها طرونبلور هيا كما قلنا لكم الاخر كتواس السوق رائعة اخ كتواس حي سيدي مومن دا الشركة ديال الخطوات الاخوان بجانب محطة شحال راجة شو عندو مرحبا راه يدير معاك الثمن مزيانة من التناول الجاد خليكم النميره ديالي على المباشر اللي بغا شي حاجه 06 29 95 43 62 اللي بغا شي حاجه عيط ليا ولا عيط الاخ صاحب المحل يجي عندو مارشي وان اكل ديال المشاش والكلاب الاخوان عندو جميع الشركات روفليكس الاخوان 10 درهم كاملين الاخوان 10 درهم ماركة الكليفاش 10 درهم بالنسبة لهادو الاخوان 6 درهم هادو كاملين 6 درهم 6 درهم تا هما هادو هادو راه زوينة المشاش هادو الاخوان كيعطيهم المشاش بالنسبة للمانيطوبا مانيطوبا الاخوان راه قليلة في السوق الاخوان 20 درهم او المقنين 10 درهم المقنين سوفاج المقنين سوفاج الميلونج 10 درهم 10 درهم خل التفاح هادو 160 وكاينه هادي 240 240 وهادو 160
يبغى شي حاجه الاخوان جا عندك هاي تصاوب معاكم الاخوان. هادي ديال اش هادي؟ هادي ديال الميلا او ديال الفاش. ديال الفاش هادي. هاي هادي صوت الفاش. هاي الاخوان. الميلا او شحال الثمن ديال هادي؟ هادي 30 درهم. 30 درهم والاخرى الصغيرة ديالها 20 درهم. هاهما طويرات اش هو اللي كبير. كيفاش شي حاجة راه غنتعاملوا معاها مرحبا. جو دابا الاخوان الزوان الزوان الاخوان في المستوى نقي تبارك الله. هاتم الاخوان الزوان ديال بيروش. الزوان بيروش شحال داير؟ الزوان بيروش شحال داير؟ الزوان بيروش 280 مستوى. الزوان طويل اخوان 20 درهم. بالنسبة للسبب ديال هاد الغلا ديال الزوان وين الزوار راه غلا بزاف. هذا راه 5800 هذا راه 800 درهم. 800 درهم. هذه الزرعة هاي زرعة عامرة يا اخوان. شحال؟ 100 درهم. 800 درهم. سيكاليم؟ سيكاليم 180. سيكاليم 180. هذا ميلون ديال الكالابسات. 20 درهم. 20 درهم. بالنسبة اللي عندهم الأولاد اللي ما عندهمش الأولاد الإخوان سواء الإخوان ارتفاع متقدم الزوار وصل 400 ريال الاخوان. كانت الزوار لا مدير في السير الاجبار في اللاجر. وهنا كي الكروكيت الاخوان ديال المشاش. الكروكيت جميع انواع الكروكيت. كان الريفليكس كان جميع انواع ديال الكروكيت. اش مين مختلفة ديال الكروكيت ولا ثمن موحد؟ 30 درهم. باكية هادي باكية. باكية هادي الريفلكس. الريفلكس 700 درهم. 700 درهم. هادا 20 درهم. 20 درهم. هادو 20 درهم كاملين الاخوان. هانتوما الاخوان. هاد الزوان كبير. باطي. هادو ديال الشباكية هادا. باكية 30 درهم. هادو عادي. هانتوما الاخوان 20 درهم. هذا هو عادي 20 درهم. هذا الاخوان هو 20 درهم. عادي الاخوان ديال المشيشات كبار 20 درهم كان. هذا راه كيبغوا الناس بزاف ياخذوا الناس بزاف. هذا هو 20 درهم. هو هذو كاملين 20 درهم. كامل باش نديرو الاخوان سعر القياد. بالنسبه للاكسسوارات الاخوان الطيور كامل تما عنده. كاين عنده العشيشات. العشيشات صغار هادو بالنسبه للمقنينات الصغار. كاين الكبار ديالهم ديال الكنار. كاينين هادو تما ديال الكنار الاخوان. هما ديال الكنار. كاين الموجوار هادو ميديك على الاخوان. بونجوار. كاينين هادو كيسمعو بيهم العشيشات ديال الكنار ديال الخيوط الاخوان. كاينين الشرابات. الشرابات عاديين الاخوان بزاف دراهم. هادي الاخوان بونجوار عادي درهم ونص. هادا الاخوان كاينين هادو وكالات هادو كبار هادو بعشر درهم الاخوان. كاينين هاد لي موجوار لي وريتكم. كاينين الوكالات. هاهما الاخوان كاينين هادو دريهم.
العشي الخيوطه ديال المخ ديال المقرير ديال الكنار كاينين هاد الاقفاز الاقفاز السيباراسيو دي صغيرة ياك شحال تمن ديالها 3400 اخر دير معاهم الناس الثمن بروموسيون اخوان حتى الله حلو واحد المحل جديد ماشي حاجه مخدرين انا ما عرفتش حد تما كنت نعرف الحد اخوان راه عنده بياسات راه مبارك تبارك الرحمن اي واحد عندنا راه جميع انواع الطيور مستلزمات اي حاجه لكوان أنا اللي بغى شي حاجه راه غيخليكم النميره ديالو خليكم النميره ديالي اللي بغى شي حاجه مرحبا لي خويا اللهم بارك وحط طوارات تبارك الله فيك نادي دار بير 25000 فرنك 4 شهور وكاين المفاهم هو شي اللي بغى شي حاجه يتصاوب مع لي خويا وعنده طوارات ديال الكنار فيس ديال المزيين اجي شفت انا اشمل ديال الكنار لنا هذا مزيين 20000 فرانك 4000 ريال هادو 40000 فرانك زويجه زواجين زواجين الخدمه زواجين الخدمه هذاك الوطواط راه هو 20000 فرانك دار معاه ونص بالنسبه للاخوه اللي بغا يخدموا الميسو تيم براندو تيم براندو بالنسبه للاخوه اللي بغا يخدموا الميسو انت ودي تيم براندو اللي غير 100 درهم 100 درهم ولا في تيم ثاني لا اول هذا اول هذا بالنسبه اللي بغا يخدموا الميسو ودي الميسو انا دخلت شي نادي وزوين ونقي